موجة برد غير مسبوقة تجتاح عدة مدن أفغانية تسببت في شتاء صعب. العاصمة كابول والعديد من الولايات الأخرى شهدت انخفاضا حادا في درجات الحرارة منذ أكثر من أسبوع. ولاية غور وسط البلاد سجلت أدنى درجات الحرارة وصلت إلى 33 درجة تحت الصفر. محنة الأفغانيين مع الفقر يضاف إليها معركة من أجل البقاء، فالاحتماء من موجة البرد أمر صعب للغاية. أتلقى من مؤسسة خيرية 50 دولارا أمريكيا لأشتري الدقيق. عندما نشعر بالجوع نعد المعكرونة، والإعانة لا تكفي لتغطية احتياجاتنا من الغاز والزيت والأرز. العواصف الثلجية التي اجتاحت عدة مدن أفغانية تسببت في خسائر في الأرواح، إضافة إلى نفوق أكثر من 70,000 رأس من الماشية، ويخشى أن تكون خسائر الأرواح بسبب البرد أكبر من الأرقام المعلنة بسبب النقص في عمليات التسجيل الرسمي في الأرياف. نمر بفترة عصيبة وهناك الكثير من المشاكل، كما أن الوقود أصبح باهظ الثمن ولا توجد كهرباء ولا غاز. ليس لدي خيار سوى العمل رغم الظروف الصعبة المزرية، فلا أحد يريد إقراض المال، ولا توجد بنوك ولا أصدقاء ولا أقارب، ولا أحد لديه ما يكفي احتياجاته. يتكبد الأفغانيون تداعيات الركود الاقتصادي في ظل حكم الطالبان، وتزيد موجة البرد الطين بلة في بلد يعاني من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.